Imagine a place rich in history, culture, creativity, and scrumptious local food. Where people are authentically friendly, where you're always close to your passions. Where there's a strong entrepreneurial spirit, where quality of life and a successful career can go hand in hand, and where it's so scenic and peaceful, it feels like a storybook land. Is it possible for one place to offer so much? it certainly is. When you choose Prince Edward Island, you'll find all of these things and so much more. مرحبا اصدقائي في العراق وكندا وجميع وسائل التواصل الاجتماعي في صفحتنا الفيسبوك والتيك توك والانستغرام اليوم برنامج جديد اسمه بي اي واللي هو من جزيره الامير ادوارد في كندا هذه المقاطعه في الشرق الكندي أه تعرض برنامج جديد على الناس اللي عندهم حرفة أو عندهم مهنة وعندهم علم أن يوصلون إلى كندا هم وعوائلهم يقدر يقدم على برنامج جدا طريقة التقديم سهلة وبسيطة مجرد أنه أنت لازم أن يكون عندك اه إيميل أنه هذا الإيميل رسمي ومو يكون وهمي واحد اقصد بيه رسمي انه يكون first name last name او يكون عنده علاقه بالشخص الموجود موجود اللي حيقدم على هذا البرنامج هذا الفيديو شفناه حاليا هي جزيرة برنس ادوارد ايلاند مقاطعة في كندا وعرض هذا البرنامج للناس اللي تي الى كندا على سكيلز وورك او انه على حرفة او المهنة طبعا المهن موجودة بالويب سايت انا شخصيا حخلي لكم اللينك مال الويب سايت الاوفيشال او يعني الليجلي. القانوني مال هذه المقاطعة مجرد معلومات بسيطة تمليها إضافة أنه الرزمي ماتك اللي أو السيرة الذاتية لازم تكون باللغة الإنجليزية طبعا المعلومات تملي باللغة الإنجليزية ماكو شيء اسمه عربي لأنه أنت حتقدم إلى رب العمل أو أنه الشخص اللي حيقدم لك العمل لازم يقرأ كل التفاصيل ماته المهنة اللي حتقدم عليها إذا كانت مثلا أنه أنت نجار يجب تحكي في موضوع النجارة أنه أنت عندك تريننج او عندك مثلا كورسات في هذه النجاره كيف تستخدم المنشار او عندك سرتيفيكيت او عندك شهادات واحد اذا انت مشتغل في شركات معلومه او شركات تكتب انا مشتغل في الشركه ايكيا من فتره لقد الى فتره قد مثلا انه انت حاليا مستمر بالشغل تقول انا حاليا مستمر بالشغل وعندي بزنس وهذا اسم البزنس ماتي اذا السي في او السيره الذاتيه اللي راح باللغه الانجليزيه يجب انه انت عندها علاقه 100% بالشغله اللي حتقدم عليها يعني ما يصير واحد يقدم على شغله معينه كهربائي ويكتب الرزمي انه اني والله مشتغل نجار اني اشتغل ميكانيكي ما سيارات ما له علاقه لازم انه انت تسوي العمليه كامله انه تسوي انه فوكس او تركز على الشغله اللي حتقدم عليها واحد اثنين تقدم انه تكتب كفر لتر، كفر لتر هي رساله انه اني فلان ابن فلان اسمك باللغة بالانجليزي الانجليزيه اني اني كلش انترست انه اشتغل اقدم على هذا الشغل واني ما عندي مانع انه اتحول من من بلدي الى البلد المكان الاخر الى الجزيره واشتغل واوعدكم انه حكون صدق. يعني خلينا نقول كفر لتر انه تبين انه انت عندك سكيلز بسيط وياها رساله ترحيب او انه بهذا البرنامج. هاي تفيدك ثاني وتبني بعض المعلومات الاساسيه الايميل مارتن تكتبه وهذه راح اوديكم على الويب سايت مال الحكومه ونشوف التفاصيل شويه دقيقه حتى تكون فكره عند الكل ويعرفون شلون يتواصلون ويا هذا البرنامج ويقدمون عليه وممكن يكون جدا سريع لانه يعني هذا البرنامج انفتح يوم بالضبط 16/11 واليوم احنا بشهر 12 يعني حوالي 15/12 فعلك مجال نتقدم تقدم هسه هالفتره وممكن انه يكون من حظك انه تجي الى كندا انت وعائلتك او انت وحدك سنجل الى كندا ومن ثم تحول الى قامه دائميه مستقبلا. ان شاء الله يفيد هذا البرنامج الكل، وبرنامج جدا سهل ما بي لغه ولا بي هذا بس انه لازم انه تكون انه عندك بعض العبارات الانجليزيه او تتكلم اللغه الانجليزيه ويجب ان يكون اللغه الرزمي باللغه الانجليزيه اذا ما عندك هذه اللغه ممكن تستعين بمكاتب ترجمه او اشخاص عندهم المان باللغه الانجليزيه ويكتبوا لك بدقه حتى تقدم على هذا البرنامج وممكن تكون سعيد الحظ تجي الى كندا كندا ترحب بالكل وجزيرة الأمير أدوارد في كندا أو المقاطعة هذه الجزيرة فاتحة للسكيلز وورد إلى كندا تعالوا وياي خلي نروح على الكمبيوتر وأشوفكم التفاصيل هذا اللينك اللي حخلي إياه بالتعليقات أو بال... ال... بعد ما تفتح هذا اللينك اللي هو هنا تشوفوه راح تجيك هاي الصفحة مكتوب بها اختيار اللغة الإنجليزي أو العربي ممكن يكون عندكم أنا موجود بس إنجليزي فرنسي و بعدها تنزل لي جوا راح تبدي انه هي هنا انه يجب ان تختار وحده من الشغلات او الحرفه اللي انت بيها مثلا هنا اكو عندك دكتور عندك نيرس عندك الكتريشن عندك مثلا انه ميكانيكي نجار سباك كل المهن حاطيه تقريبا تحتاج هاي المقاطعه هنا تختار المقاطعة الشغله اللي انت او مهنتك اللي انت يعني عندك خبره بيها ورا ما تختارها او اذا ورا ما تختارها تكمل الابلكيشن مال البروسس او الابلكيشن مال استماره التقديم طبعا هنا حاطك هنا هذه تختارها اذا ما موجوده فوق اي وحده من هذه الشغلات الموجوده او متوفره تقدر تختارها وهم شيء اهم انه تضيف شغلتك بيها زين نجي هنا لجوه تبدي اسمك الاول اللاست نيم مالتك ايميل الايميل لازم يكون مثل ما قلنا انه يكون رسمي وتعيد كتابته مرت وهذه كلمه الرزمي هي السيره الذاتيه طبعا السيره الذاتيه مثل ما نرجع نحكي نقول انه لازم تتعلق بالشغله اللي حتقدم عليها وراها مجرد انه تقدم ترفع على البي دي اف الرزمي ويا لتر لتر تسوي اجري وتسوي نيكست طبعا كل التقديم يكون اونلاين ومن ثم انه ممكن تكون سعيد الحظ انه تيجي الى كندا عن طريق السكيلز وورك المقابله حتكون عن طريق السكايبي او عن طريق عن طريق مثلا الزوم ميتينج او شوف شلون العمليه حتكون ممكن انه رب العمل يوفر لك الطياره الاقامه بعض التفاصيل بس انه انت تيجي تيجي كندا هاي الطريقه اللي هي سهله وسريعه وبرنامج جديد انفتح من اسمه البي اي اي أني حبيت اليوم أشوفكم هذا الفيديو إذا عندكم أي سؤال أي استفسار أقدر أستقبل أسألكم استفساراتكم على رقم التليفون 587 501 26666 هذا التليفون بواتساب تقدرون تتصلون بيه تقدرون تتصلون صفحة العراق وكندا في الفيسبوك التيك توك موجود هذه حسب وقت مجال تفرغي أو أقدر أجاوبكم إن شاء الله. شكراً لكم وإن شاء الله يستفاد من عند هذا البرنامج الكل وأتمنى الموفقية للجميع. مع السلامه